بعد البوابات الإلكترونية والكاميرات الذكية، التفتيش الجسدي هو آخر ما استحدثه الاحتلال على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وإزاء ذلك يصر المقدسيون على موقفهم الرافض لهذه الإجراءات. إصرار المقدسيين وصورة الأوضاع في القدس المحتلة في هذا التقرير. تستمر قرارات نتنياهو المفلسة والجائرة بحق المسجد الأقصى المبارك. تنازل أمام التكاتف المقدسي عن البوابات الإلكترونية، ولكنه يرفض أن يخرج من المعركة خاسرا، فآخر أمر وجهه هو التفتيش الجسدي لكل من يريد الدخول إلى الأقصى. آخر قرار اتخذه نتنياهو بالتفتيش الجسدي لكل مصلي أيضا هو يوازي للبوابة الإلكترونية. لا نرضى ولا نرتضي التفتيش الجسدي، التفتيش بالماكينات، التفتيش من خلال بوابات أو من خلال كاميرات. لن نترك الأقصى وحيدا، لن نترك الأقصى يستباح، لن نترك الأقصى تفعلون به الأفاعيل ونبقى كأهل القدس صامتين. نريد أن يعود الأمر في المسجد الأقصى المبارك إلى قبل 14 تموز، وإلا فالناس هم أصحاب القرار في الشارع. تصعيد قبضة الاحتلال الحديدية نحو الأقصى يقابلها المقدسيون بتصعيد رباطهم وزيادة حشد الأعداد كل ليلة عند أبواب الأقصى بقنابل الصوت ورشهم بالمياه العادمة. تمطر سلطات الاحتلال المصلين بردة فعل مستفزة مجنونة لا تبصر أمامها صحفيا يوثق انتهاكاتها أو طفلا جاء ليرابط ويصلي. الجيش كان بيضرب بطريقة هستيرية قنابل الصوت، دخلنا في منطقة مخصصينها للصحفيين، دخلنا فيها وبلشنا نصور. تفاجأنا انه في شرطة دخلوا من ورانا، دفع فينا وضرب بالبواريد. تفاجأت انه 2 مسكوني كانوا يضربوا بغل، وهم من شايفين انه احنا صحفيين ومبينين، وهم بيعرفونا منيح، وهم من بعد الاعتقال كانوا يقولوا لي انه احنا مبسوطين انه شفناك انت معتقل. كنا باب الصوت مع امي صلينا، بعدها مروحين صاروا من القنابل، وقعت على الارض صاروا من القنابل وين ما انا كنت واقفة، بعدها هربنا، وبعدها صرت ابكي. وفيش هذا الا في واحد حملني وداني على دار. ايش طلعت مالها ايدك؟ محروقة ايدك؟ ايش قولي لي مالها ايدك؟ انفتحت عشان ما ندخلش من بوابات الالكترونيات، عشان احنا مش جايين على الاقصى عشان نتفتش. جنود الأقصى من صحفيين ومسعفين ومصلين كلهم مترصون حول الأقصى. الثبات، المعجزة والموقف الموحد كله جعل دولة الاحتلال تنهار بطشا وعنجهية لن تهز مقدسيا لأجل الأقصى، ليس لديه ما يخسره. من باب المجلس في البلدة القديمة في القدس، زينة صندوقة، رؤيا.